اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ويوم جديد من ايام زينه بطعم البيوت. النهارده زينه بطعم احتفالنا باليوم المراه المصريه 16 مارس. كل سنه وكل امراه مصريه طيبه وبخير. بيسعدنا نكون مع حضراتكم انا ونيفين على مدى ساعه ونص النهارده ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا نيفين. كل سنه وانت طيبه يا هدى، وكل سنه وكل السيدات المصريات بخير. احنا طبعا يعني زي ما احنا متعودين بنحتفل بشهر رمضان الكريم، لكن يمكن النهارده يوم خاص زي ما قالت هدى، هو يوم المرأة المصرية 16 مارس، وده له أسباب معينة اختيار هذا التاريخ بالتحديد. كان ليه هدى؟ 16 مارس سنة 1919 خرجت حوالي 300 امرأة مصرية ما هماش أي حاجة في الدنيا لمقاومة الاحتلال الإنجليزي. ومتخيلين في الوقت ده أن الست لما تخرج للمقاومة قد إيه فعلا بتبقى حاجة يعني ليها دلالة كبيرة جدا. وطبعا في هذا اليوم سقط عديد من الشهداء والشهيدات المصريات اللي النهارده بنحتفل مع حضراتكم بذكراهم وطبعا تخليد لاسمائهم كلهم. وسبب طبعا هذه المظاهرات ان السيده هدى شعراوي ومجموعه كبيره من السيدات المصريات في يوم 16 مارس سنه بالتحديد سنه 23 شافوا ان هم لازم يشاركوا في بناء المجتمع وبناء المستقبل. كان عايزين يبقى ليهم تواجد، كان عايزين يبقى ليهم مساواه اجتماعيه، فعشان كده تم انشاء الاتحاد النسائي المصري، وكان الهدف طبعا هي المساواه السياسيه والاجتماعيه في المجتمع، وده اتحقق فعلا سنه 56. وبالتحديد برضو كان يوم 16 مارس لما اصبحت للمراه المصريه ليها صوت ان هي تقدر تنتخب وتنتخب. وده مش غريب على المرأة المصرية، يعني احنا مش بنتكلم بس على التاريخ المعاصر ولا التواريخ السابقة، لكن هنفتكر من أيام السيدة هاجر. ربنا سبحانه وتعالى لما اختارها علشان تكون هي زوجة سيدنا إبراهيم اللي يقدر ان هو يسيبها في مكان ما فيهوش لا زرع ولا ماء، وتجري في الصفا والمروة والسعي اللي بقى من مناسك الحج إلى يومنا النهاردة والعمرة عشان يطلع لها مية زمزم. هي دي المرأة المصرية اللي عندها جلد، اللي تقدر ان هي بالفعل تتحمل المسؤولية. النهارده واحنا بنحتفل مع حضراتكم لازم نذكر مجموعه من اسماء شهيداتنا من الشهداء اللي سقطوا يوم 16 مارس سنه 1919. السيده نعيمه عبد الحميد، السيده حميده خليل، السيده فاطمه محمود، السيده نعمات محمد حميده، السيده يمنى صبيح. طبعا رحم الله شهيدات مصر اللي كان ليهم دور كبير في هذا اليوم. وفي اسماء كتير لم تذكر طبعا يا هدى، التاريخ مليء بالعديد والعديد من الرموز النسائية اللي ضحوا بحياتهم وضحوا بحياة كمان ولادهم كشهداء قدموهم. لما بتكون مصر فعلا محتاجة لرجال أقوياء أشداء، بيكونوا وراهم سيدات كبار عظيمات قدروا ان هم فعلا يعني يجهزوهم ويحضروهم لمصر. وبنقول ان من خلال حلقتنا النهاردة في زينة طعم البيوت عندنا مجموعة من اللقاءات اللي بتعبر عن احتفالنا بهذه المناسبة. وأول لقاء زي ما احنا متعودين بنبدأ مع برنامج زينة، وأول لقاء عندك إيه هدى؟ واحنا بنحتفل كمان بالمرأة المصرية، أول لقاء هنتكلم فيه عن الدور المهم والأهم في حياة المرأة وهي دور الأم. مش أي حد يقدر إن هو يكون أم، والمسؤولية بتبقى مسؤولية كبيرة جدا. احنا داخلين على امتحانات ترم تاني إن شاء الله بعد شهر رمضان، وفي شهر رمضان الأولاد ساعات بيكسلوا جدا إن هم يذاكروا وبيبقوا مش قادرين، وحاجات يعني كتيرة، مشاكل كتيرة بتحصل داخل المنزل. ازاي الأم تقدر انها تتغلب على ده وتسيطر عليه؟ ده اللي هنعرفه في اولى فقرات. وفي أول لقاء عندي في طعم البيوت، احنا زي ما شفنا مشوار المرأة المصرية مشوار طويل جدا وكله كفاح. طبعا هي ليها العديد من الحقوق كانت بتتمنى تحصل عليها، قدرت انها تحصل عليها في الفترة الأخيرة طبعا أو جزء كبير منها، ولسه عندها طموح وأحلام ان هي تحصل على المزيد من هذه الحقوق. فأول لقاء عندي يمكن هنقدم بشكل تفصيلي أهم الحقوق اللي حصلت عليها المرأة المصرية في الفترة الحالية والطموحات اللي بتأمل ليها في المستقبل. الفقرة الثانية احنا مستمرين مع حضراتكم برضو في احتفالنا، ونتكلم بقى على سنة أولى جواز. سنة أولى جواز البنات في الوقت ده بيبقوا عندهم بعض المشكلات، وتحديدا في عزومات شهر رمضان الكريم، ويعملوا ايه واستقبالهم للناس ويتعاملوا ازاي. دايما بيبقى فيه شوية مشاكل في أول سنة من الجواز، هنعرف ازاي نعديها ونعلم بناتنا اللي في السن ده وداخلين مقبلين على الزواج ازاي ان هم يقدروا ان هم يعدوا السنة الأولانية بكل سلام وأمان وهنا وسعادة ان شاء الله.
في احتفالية هامة جدا وجميلة جدا اسمها المرأة المصرية أيقونة النجاح، بيتم تكريم العديد والعديد من النساء والفتيات اللي بيعتبروا رموز إيجابية للنجاح والتقدم في المجتمع المصري. وطبعا احنا بيهمنا ان احنا نستضيف او نتواصل مع واحدة من اللي تم تكريمهم في احتفالية هذا العام. ده هيكون لقائي التاني من خلال طعم البيوت. تعالوا مع بعض بعد الفاصل أعزائي المشاهدين نبدأ مع برنامج زينة. أهلا بحضراتكم مشاهدينا، أولى فقراتنا في زينة بطعم البيوت، وإحنا بنحتفل مع حضراتكم بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس. المرأة المصرية ليها مقومات شخصية خاصة جدا. المرأة المصرية بتقدر إنها تقوم بأدوار كتيرة جدا، وقد تكون هي المرأة الوحيدة اللي بتقوم بالأدوار دي، يعني هنلاقيها هي الأم واللي بتشتغل أيا كان مهنتها إيه، وفي نفس الوقت المدرسة اللي بتذاكر لأولادها، والسواق اللي بيودي أولادها النادي، والطباخة اللي بتطبخ في البيت، واللي بتنظف كتير 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 من الأعمال والأعباء اللي على المرأة المصرية وهي قدها وقدود. النهاردة هنعرف إزاي تقدر تكمل مشوارها وتقدر إن هي فعلا تنظم وقت أولادها بشكل سليم والدور اللي بتلعبه كأم. مزيد من التفاصيل معنا ومع حضراتكم الدكتورة آية سمير استشاري تربوي. برحب بحضرتك وأهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك دكتورة آية. خلينا أول طبعا كل سنة وحضرتك طيبة، يعني النهاردة يوم لينا كلنا كمصريات جميل بالظبط. إن شاء الله الست المصرية ليها مقومات خاصة جدا وتختلف عن كل حد، ومش تميز ولا تحيز، يعني وحتى ممكن ده يكون كمان عيب عليها. هي بتقوم بأدوار كثيرة جدا في نفس الوقت. إيه المقومات الشخصية اللي خلت الست المصرية بالشكل ده؟ هو بسيطة جدا، يعني لو جينا بصينا للمجتمع هنلاقي إن الست المصرية هي الأخت، الأم، الزوجة، البنت، الخالة، العمة، هي اللي بتتم، يعني هي اللي بتحتوي الأسرة. دايما لما بيحصل مشكلة في الأسرة في النطاق البسيط بنلاقي مثلا الطفل بيلجأ لعمته، أو مثلا الأب الكبير بيروح لمراته أو لمامته يتكلم معاها. فالمقومات اللي خلت الست المصرية كده مقومات بتاعت المجتمع. المجتمع المصري بيربي البنت أو الست المصرية على إنها تبقى حمولة، وإن هي تستحمل، وإن دايما تبقى راضية، عندها أفكار وعندها تطلع دايما. يعني إحنا لو جينا بصينا مثلا على أسرة السن بتاعها بسيط، مثلا الشاب عنده 26 سنة والبنت عندها 24 سنة، لو جينا قلنا لهم أنتوا نفسكوا في إيه في المجتمع، أو نفسكوا تبنوا أسركوا إزاي، هتلاقي عندهم تطلعات. عايزين مثلا الأب الابن يروح نادي معين، البنت تروح نادي معين، عايزين أفكار معينة، عايزين يرتقوا بالتعليم لأولادهم. بنلاقي مثلا الأم نفسها وهي في البيت دايما بتبحث، دايما بتعمل سيرش، دايما عايزة تعرف الطفل ده بيتربى ازاي، أو الطفلة الجديدة دي بتتربى ازاي، والسوشيال ميديا دلوقتي يعني بتساعد على ده. فالمقومات بتبقى مقومات شاملة من المجتمع ومن الأسرة الصغيرة. جيناتها، جينات الست المصرية اللي كانت ملكة في وقت من الأوقات، وزي ما قلت في المقدمة اللي هي السيدة هاجر اللي قدرت انها تتحمل ان هي تبقى لوحدها هي وطفل رضيع. هو يعني كل دي مقومات فعلا. انا دايما بحس ان طبيعة الست ان هي دايما بتثقل نفسها بالأعباء. هي اللي بتبقى عايزة ده، عايزة تثبت وجودها في أسرتها، عايزة تثبت وجودها مع أولادها، عايزة تثبت وجودها مع زوجها. دايما بيبقى عندها حب الفعل الخير أو حب المبادرة، تضحية. تضحية. هل ده نفسيا على الست حاجة كويسة ولا لا؟ لأن دلوقتي بدأت كثير من السيدات يحسوا أن هم خلاص، عارف لو عايزة ناخد نفسنا بقى. أرتاح بقى. الموضوع ذو شقين. أول حاجة يعني، ودي بتبقى حاجة سلبية شوية، إن ما ينفعش الست تشيل شيلة مش بتاعتها. انت عايزة تسعي وعايزة تربي أولادك، اسعي مفيش مشكلة، بس ما تسعيش لدرجة إن انت تجنبي الزوج. خلاص بتبرمجيه، بتعوديه، عايزه تربي ابنك كويس، ربيه كويس واعملي له اللي هو عايزه، بس ما يبقاش اعتمادي. عايزه تربي بنتك ان هي تبقى يعني بنت جميله وليها افكارها وليها تطلعاتها، تمام مفيش مشكله، بس لازم يبقى لها حدود. فده الجانب اللي احنا دايما يعني للاسف بننخرط فيه. بنروح
بنتحمل اعباء بس اتحمل اعباء وانا غيري مش قادر يشيل فانا بساعده. وده اللي الست المصريه بتعمله من زمان، سواء بقى لما كانت بتطلع مع جوزها في الارض علشان تساعده، او مثلا حتى تعمل لقمه وتروح علشان تديها له في مكان عمله. ده الطبيعي، لكن مش الطبيعي ان انا اشيل فوق طاقتي وبعد كده اجي اشتكي. احنا بنلاقي دلوقتي معظم يعني نسب الطلاق اللي هي عاليه اليومين دول هي بتعلى لي خلاص. هي شالت وفضلت شايله فبتيجي تشتكي، لا يعني بيبقى حق مكتسب. فالسيده المصريه ما ينفعش تنخرط في الحته دي او في المكان ده اللي هو مش بتاعها. يعني التضحيه ما تبقاش مطلقه لغايه حد ما ينفعش. هو انا ابتدي اضحي لما ايه؟ الاول اعرف واجباتي، اعمل اللي عليا، ثم اشوف ايه التكميلي اللي انا اقدر اعمله واعمله. لكن انا يعني دايما بنقول في المراه العامله يعني ان هي من الشغل للبيت لتربيه الولاد للمطبخ للاسره بقى لو في حاجه في الاسره الكبيره بتاعتها اللي هو الاب والام. وبعدين هي مش لاقيه نفسها. طب هو انت فكرتي تسالي نفسك انت بتحبي ايه او بتكرهي ايه؟ اللي بيريحك او ايه؟ لا، ما ينفعش ابقى مجبره على حاجه انا اللي ابتديتها من الاول. المفروض ان انا اخد قراراتي، سواء انا هينفع هقدر انزل اشتغل ولا لا، هيبقى عندي الصحه لده ولا لا، هعرف اربي ولادي ولا لا. بالذات ان تربيه النشأ دلوقتي بقت صعبه جدا جدا جدا، فبنلاقي الام نزلت تشتغل وبترجع البيت تقف في المطبخ وبعدين تنزل تودي تمارين ومفيش تربيه للولاد. فنلاقي بقى بسلوكي، فالام تتكلم مع اولادها انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا علشانكم. طب انت عملتي كل ده بس نسيتي تقعدي معاهم، نسيتي تتناقشي معاهم، نسيتي تربيهم. يعني حتى في فقره كده، فقره المذاكره، كنا نلاقي زمان الام ممكن تبقى مش متعلمه تعليم عالي او يعني تجهل شويه بالعلم، بس هي قاعده هم اولادها بيذاكروا فهي محسساهم ان هي فاهمه، او في هاله كده معينه اللي هو ماما قاعده فانا لازم اذاكر. اختلاف الاجيال دلوقتي ما بقاش في حتى الام بتقعد عشان ما نظلمهاش. الامات بتقعد وبتقعد بالشبشب كمان، مش بتقعد قاعده عاديه. لكن على حسب. فكره ان الولاد يتقبلوا ده وهم اساسا بقى في انفتاح، مش هقول انفتاح اخلاقي ولا حاجه، لا انفتاح من خلال السوشيال ميديا وتغيير في العادات والتقاليد وتغيير في الاجيال، فما بقوش بيتقبلوا تدخل الاهل في حياتهم. علشان كده بقول التنشئه خلاص اللي هو من سن سنتين لحد سن 7 سنين هي اساس الاسره اصلا. هو انا دلوقتي لو حطيت يعني كل الخير، سواء بقى عادات وتقاليد واسس دينيه في اطفالي وهم صغيرين اللي هي مرحله الاساس، طيب انا هزرع ايه بعد كده؟ هزرع خير وهزرع بركه وهزرع ان ابني دوت حتى في مرحله المراهقه اللي هي مرحله العواصف او مرحله الاضطرابات خلاص هلاقيه بيسمع كلامي، او مش هلاقي الغلط اللي هو الغلط القوي اللي احنا بنسمع عليه اليومين دول. هنلاقي في حدود. لكن هي في فعلا يعني بشوف مشكلات كتيره اليومين دول، هو يقول يعني الام تيجي تقعد تقول انا عملت كل حاجه في الدنيا علشان بس اعيشهم في مستوى اجتماعي معين. طب انت عملتي لمستوى اجتماعي لكن ما عملتيش لمستوى اخلاقي او لمستوى نفسي. في نقطه كمان مهمه بالنسبه للام، لازم الازواج والابهات ياخدوا بالهم منها جدا، والاخوات الولاد كمان. العامل النفسي للبنت هو مهم جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي المحرك الاساسي عند السيده المصريه او السيده عامه هو الشعور. انا دخلت على شعورها بكلمه كويسه، يعني بدل حتى ما هقول اسمها الطبيعي هقول لها باسم دلع، بدل ما ادي اوردر بطريقه ناشفه او اديها امر مباشر اقوله لها بطريقه لطيفه، وانا طالع البيت لو جبت حاجه حلوه صغيره ليها. الموضوع ده بيفرق جدا 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 عليها وهي ام، بينعكس لان بيحصل لها تشبع نفسي. فلما الزوج يغيب شويه او لما يبقى فيه ضغط شويه فبتلاقي ان هي عادي، ما هي شبعانه، شبعانه عاطفه، شبعانه احتواء، شبعانه حنان. ودي حاجه برضو مهمه جدا جدا في مراحل التنشئه العمريه. لكن انا ما اقعدش اثقل على البنت. يعني مثلا دايما نلاقي في الاسر برضو دلوقتي بالذات في البيوت اللي فيها امراه عامله، لو بنت الكبيره، لو البنت يعني هي البنت الكبيره بتعمل ايه؟ هي اللي بتشيل مكان مامتها. فالام بتشتغل بره والبنت اللي هي مثلا ممكن يكون عندها 10 11 12 سنه هي اللي بتشيل في البيت. وده الوضع الطبيعي. طب وانا بشيلها في البيت انا بدلعها؟
بكلمها بحضنها بقول لها انت نفسك في ايه. ده حاجة مهمة جدا جدا لبعدين علشان لما تبقى أم ما تبقاش منهكة أو ما تبقاش أنانية أو طماعة أو عايزة تثبت وجودها كأنا موجودة. أيوة. يعني إحنا دايما نلاقي إيه، أنا لازم أشتغل وأثبت ذاتي. طب أنت هتثبتي ذاتك علشان إيه أو علشان مين؟ علشان نفسك. طب ما هو دايما الست بتثبت وجودها أو بتثبت ذاتها في إن هي تربي جيل حلو. احنا دلوقتي ما بقيناش نبص للنقطه دي وبقينا نبص لنقطه تانية اللي هي انا بثبت ذاتي بالعمل بالشغل، انا معايا كام او انا هصرف ايه. ده الجيل الجديد للاسف بيفكر كده، يعني في الاجيال اللي فاتت ما بتفكرش كده، بدليل ان هم فعلا كتير من الامهات حاسين ان هم ضحوا تضحيات كتيره جدا وما حاولوش ان هم يعلوا في اعمالهم علشان يعملوا توازن ما بين البيت وما بين الشغل. بس حقيقه لما بتتكلمي على الاحتياج للاشباع الحنان والعاطفه، هل فقط ده دور الام ولا الاب بيبقى ليه دور؟ لان للاسف طبعا مع يعني كثره المشاغل او عدم تواجد الزوج كتير او حالات الطلاق كتير ما بيبقاش الاب موجود، اللي هو الغائب الحاضر. هو للاسف يعني لو هنتكلم على الاسره المستقره هو الاب هو الاساس. لان الاب هو اللي هيمد الام بالعاطفه وهيمد بنته بالعاطفه. فهو اساسي في كل حاجه. خلاص. طيب لو الاسره اللي هي فيها عدم استقرار او فيها انفصال ما بين الام والاب، الام هي اللي هتعمل اشباع عالي جدا جدا لاولادها او للبنت عامه، زائد كمان لو في خال او في جد لازم يبقى موجود او لازم يبقى حاضر في التنشئه دي. يعني لازم الراجل يبقى موجود في الاسره بتاعتي. خلاص. كاولا هنقول امان. خلاص. لان الام هي مصدر الحنان، مصدر العاطفه. طب مصدر بقى الاطمئنان والامان للبنت لازم بيبقى الطرف الثاني اللي هو اللي هو الاب، او لو الاب مش موجود بيبقى الجد او الخال، لازم يبقى فيه راجل في البيت. يعني العنصر ده ما ينفعش يختفي. لا. طيب خلينا نتكلم في نص دقيقه بقى التنظيم الوقت ازاي، علشان خاطر الوقت للاسف بتاعنا انتهى. ازاي ننظم الوقت عشان خاطر الاولاد وهم داخلين على امتحانات الترم؟ هو ببساطه جدا لازم الام هي الاول تدي لنفسها اشباع داخلي بان هي بتحتاج ايه وما بتحتاجش ايه. الحاجه اللي بتحبها لازم تعملها في الاساس علشان هي الزهره اللي هتضلل على اولادها. دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه انا بظبط المواعيد بتاعتي على حسب ساعات النشاط. يعني انا ما ينفعش اذاكر لاولادي وانا اصلا بعد الفطار على طول ففي مرحله خمول او في مرحله راحه. المفروض ان انا بستنى بعد الفطار بساعتين على الأقل وبعدين أبتدي أذاكر لهم. طيب في نقطة كمان قبل السحور. خلاص. أنا ببتدي أرمي معلومات خفيفة كده، يعني بهيئهم للمذاكرة. بعد السحور على طول إحنا بنبتدي نقعد ساعة نذاكرها، بعد كده بنصلي، بعد كده نرجع نذاكر ساعة تاني، واليوم كده بيبقى كويس. مدرسة مش في مدرسة؟ ما هو أنا نمت يعني. أنا رجعت من المدرسة أوريدي نمت. ارتحت. صحيت قبل الفطار شوية. فطرت. خلاص. يعني بعد الفطار انا فطرت خلاص. ارتحت ساعتين. كل دي فترات روح. طيب انا بذاكر امتى؟ من الساعه 10 خلاص لحد الساعه 12. عندي بقى فترات راحه تاني، او بقى اللي عنده مثلا تمارين او عنده حاجه. بعد كده قبل الفجر انا ببتدي اهيئ الذهن اللي هو يذاكر مثلا تلت ساعه او نص ساعه. بعد السحور مباشره انا اقدر اذاكر تاني ساعه او ساعتين بالنسبه لطلبه الثانويه العامه. ان شاء الله ربنا يوفقهم جميعا. بشكر حضرتك، نورتينا. شكرا لوجودك معانا. شكرا. مشاهدينا لازلنا متواصلين مع حضراتكم، هنطلع لفاصل وبعدها هنتكلم معاكم على سنه اولى جواز.